أميرة، هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ اسأل. هو أنت اتجوزتيني ليه؟ هو انت نوم الظهر ده قلب معاك باعترافات ليلية؟ ده أنا بتكلم جد، يعني اشمعنى أنا رضيت اتجوزيني؟ توعدني لو جاوبتك على السؤال تسيبني انام؟ أوعدك جوزتك عشان بحبك يا أنس. هو الحب كفاية عشان يتبني عليه جواز؟ لا طبعا، مش ده السبب الوحيد اللي خلانا نتجوز، بدليل ان انت اتجوزتني. على فكرة انا ممكن اسألك نفس السؤال اللي انت سألتهوني، بس انا مش هعمل كده. في اسباب كتير قوي الناس بتتجوز بعض علشانها، مش بس الحب. ممكن يكونوا زي بعض أو مختلفين عن بعض وبيكملوا بعض. ممكن تكون الست جدعة ورزينة وعاقلة وقادرة تستحمل اللخبطة اللي جوه جوزها، وممكن يكون الراجل وفي ومخلص ومقدر الست اللي ربنا بعتها له وسايبها ترتاح شوية من التعب اللي بتشوفه طول اليوم عشان تقدر تكمل معاه. حلوة الإجابة دي؟ أمال بتسأل ليه لما أنت عايز تنام؟